أهلا بكم من جديد. يمثل القصر الذي بناه نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين على تلة صناعية بمدينة باب الأثرية تحفة معمارية شاهدة على نهاية حقبة من تاريخ العراق. القصر الذي يطل على نهر الفرات بناه صدام إبان سنوات الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق بعد حرب الخليج الثانية. شيد القصر على أطلال مدينة بابل، تسبب بأضرار جسيمة في المدينة الأثرية. من مرتفع صناعي شاهق يناظر قصر صدام حسين مدينة بابل الأثرية والنهر الفرات، إطلالة تختزل مشهدا أثريا مهيبا يعود إلى 7000 عام قبل الميلاد. وأسفل التلة الصناعية شهدت بيوت صغيرة وحديقة شاسعة تمتد على ضفاف شط الحلة، باتت اليوم مقصدا سياحيا لمحبي النزهات وراكبي الخيل. 4 أعوام استغرقها تشييد صدام حسين لقصره المعروف أيضا بقصر بابل إبان حرب الخليج الثانية مع الكويت. تحفة معمارية فريدة مكونة من 4 طوابق وغرف متعددة زخرفت سقوفها وجدرانها بنقوش تجسد أشجار النخيل والنجوم والأشكال الهندسية ورسومات تمثل الحدائق المعلقة ومسلة حمورابي وبوابة عشتار شوهتها أيدي العابثين على الجدران. تحفة اتخذتها القوات الأمريكية مقرا لها عام 2003 ليتحول بعد خروجها هو والحديقة المحيطة به إلى منتجع سياحي تطأه أقدام الجميع بعد أن كان بناؤه يدخلونه معصوبي الأعين.